مرحبا قايد، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهار جديد. كنتمنى تكونوا كاملين تمام بالصحة والعافية، تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ما غاديش يكون واحد لا فيديو من بعد ما رجعت لهنا المغرب. الحمد لله. داز دو جوغ على العيد، راكم عارفين باقي الدنيا خاوي، باقي ما كاينش بزاف ديال لي بلون تقدر تصور عليهم. قررت اني نصور لكم روتيني اليومي فلوغ. على شكل روتيني اليومي، ماشي داك روتيني اليومي اللي على بالي وبالك، يوك روتيني اليومي زعما الحوايج اللي ندير ما نبارطاجيو معكم اليوم هاد العشيه. وكنتمنى تكون مهم فيديو غادي نبارطاجي معكم فين نتسخر، شنو ندير الحوايج اللي نقضيها وداكشي ونبارطاجيها معكم. كنتمنى يعجبكم لا فيديو. الى كنتي اول مره تفرج فيه ما تنساش دير لايك، دير كومونتير، ابونا وفعل الجرس وخلي ديك لايك، بارطاجي الفيديو لماكسيموم باش تطلع القناه نكبر العائله. ما نوصيكمش، يلا خوت يلا فرجتي في لا فيديو وانت باقي ما مابونيتش، ابونا وكمل الفيديو حتى الاخر باش تدعمنا، نفعلوا الشروط. يلا نبداو لا فيديو، هيا بنا. وقايت غادي نسخر دابا شي سخره. ايوا هانتوما معايا دابا كما كتشوفوا هنا، واحد من اجمل الاحياء وانقى، يعني حي نقي زوين بحال كتقولوا انا من ولد حي شعبي. ولكن دابا هنا القدس البرنوسي، دابا البرنوسي ماشي، دابا البرنوسي هو شعبي، ولكن القدس هاد الجهة كالم ونقية والناس ديالها نقيين وترونكي، يعني حي ترونكيل وزوين ونقيقي، يعني ديال العائلات والناس اللي عزيز عليهم، يعني بقاو ترونكيل. هو بعيد شوية على وسط المدينة، هادي هي السلبية الوحيدة اللي فيه، بعيد على وسط المدينة. ولكن إلا كانت عندك طونوبيل ولا موطور مزيان اللي يعني كما كنقولو ديبلاسي بيه، راه مخير يعجبكم هنايا. وجات حدا دابا هاد المدينة الجديدة، دابا من هنا لواحد السنين هاد الجهة حدانا هنايا، راه كل غادي تولي شي حاجة طوب. كاين ايكيا، كاين ماكدونالد هنا في هاد الزناته الجديده، غادي داروا بزاف ديال الحوايج، يوصل الترامواي يمشي حتى للمحمديه واقيله. المهم من هنا لقدام غادي يولي واحد الجذب للناس، يوليو يجيو لهاد البلاصه بزاف غيوليو يسكنوا فيها. انتم غادي محركين معايا، دابا كنوريكم الاجواء. دابا الحال مبرد، عرفتي الصباح كانت الحراره مفرطه، دابا الحمد لله الجو مبرد زوين مع 7:30. دو خارجين نتمشاو شويه نقضي واحد الغرض، وقلت نبارطاجي معكم هاد لا فيديو، بقاو معايا جايز. دابا لقيتوني يلا وصلت للطريق، حطنا الطاكسي ومن هنا غادي نتحرك ان شاء الله، غادي نمشي للمرجان هذا اللي حدانا شويه، كاين واحد الطريق شويه غادي نضرب على رجلي، مرجان ديال عين سبع، ونبارطاجي معكم شنو نتقدم من تما والاثمنه واللعيبات. المهم فيديو ديال الروتين اليومي ديال الفلوغ غيكون زوين. بقاو معايا حتى نبارطاجي معكم ايطاب باغ ايطاب الطريق وكل شيء ما تشوفين. يلا جايز هنا هادو هما الاجواء ديال هنا في الطريق، كما كتشوفوا الاجواء جميله، ما عمرات بزاف باغسكو راكم عارفين باقي الايامات ورا العيد، بحال دابا داز ورا العيد. بطولة العمر ليكم جميع المسلمين. المهم وقيلا داز شي سيمانه بحال هكاك، سيمانه وهالاجواء باقا خاويها، وما عارفين باقي بنادم في البلاد في العروبيه في بلايص، وما كتكونش عامره بزاف. كيكونوا دابا اللي ساكنين في كازا وهكا، اللي ما مشاوش دي بلاصه ولا شي بلاصه، الله يجيب على خير كاع الناس اللي خدامين هنا في كازا وعندهم خدمتهم، ما كيهمش بنادم كيقول لك الشلوح ما هادي. كلنا مغاربه، انا ما عنديش هاد العقده ديال التخريق عروبي داخل شمال، كلنا مغاربه، كلنا ولاد راية حدا، والله يجيبهم على خير ان شاء الله من يكونوا جايين، باسكو كل واحد عنده الدور ديال مهم هنا في كازا وشي كيكملش. والله يجيبكم على خير كما كتبوا هذه الاجواء. بقوا معايا مازال نبارطاجي معكم الطريق والاجواء كيفاش دايره في كل بلاصه، اي منين نوصلوا المرجان ان شاء الله. يلا جايز كما كتشوفوا دابا انا حدا جيت بريكا ومار كارفور وداك الاستقلال ال سي واي كي كاينه هنايا،
المهم دابا حيت غادي نتوجه للمرجان باسكو بغيت نسبقو ولي ونقضي فيه غرض، من نكون راجع ان شاء الله الا كان باقي الوقت شويه غادي نجي وغادي ندخل ونضرب لكم دوره هنايا كما كتشوفوها. بقاو معايا اخوتي، المهم بارطاجي معكم كلشي. دابا هنا راه اللي ساكنين في الجوير عارفين هاد البلاصه، اللي ما عارفينش هنا راه جا في عين سبع حدا العماله، قريب العماله قريب المحطه ديال الترام. فوالا هادو هما اللي البلايص اللي كاينين هنايا، لي بوتيك والمحلات يا توت هوم. سوبقى معايا حتى نكمل جايز. كملت شو دابا انا نبدل شويه اللبسه ديالي باسكو البارح طفات لي الكاميرا هادي اللي كنصور بها طفات لي وما كانش عندي التليفون باش نكمل. سو عاود دابا انا على قبلكم دا الغد لي عاودت على قبلكم غادي شارجيت الكاميرا كما كتشوفوني مبدل، ماشي هو التيشيرت اللي كنت لابس البارح وماشي نفس الكاسكيت. سو غادي عاوتاني المرجان ان شاء الله نعاود ناخذ شي حاجه باش نكمل لكم لا فيديو باش ما يبقاش في النص، ما كنبغيش نخلي شي حاجه باقي ما كملتهاش. وغادي دابا هانتوما حنا انا دابا نوريكم فين حدا العماله. هانتوما شوف هنايا اللي كيعرف هنا والداجا جا راه يعرفني فين انا. حدا العماله وحده هنا كاين الترامواي، كاين الجرده هنا كيريحوا الناس كيجيبوا وليداتهم يلعبوا، هاد الجرده كبيره وزوينه. وهنا كما كتشوفوا كاينه العماله وكاينه المحكمه في هاد البلايص. سو دابا انا غادي متوجه ان شاء الله للمرجان نوصل ونكمل لكم ان شاء الله. جايز هادو هما الاثمنه ديال الخضره هنا كما كتشوفوا هنا نصور بيهم. هنا الديسير اخوتي من جميع الاشكال والانواع تبارك الله. هانتوما ثم اللحم تبارك الله جميع الاثمنه كاينين 127 119 بارك الله الخيرات. انا كما كتشوفوا الجهه ديال الدقيق وداكشي خوتي ما كنعرفش نوري هادشي ديال التقضيه وهادشي ديال المرجان، والله ما كنعرف. نبدا ندور نوريكم الاثمنه والماكله شي اشكال كيجي كلشي عارف هادشي اللي عايش في المغرب. بغيت ندير هاد الفيديو انا احمق ولا بغيت نديرو جايز. لقيتوني يلا خرجت من المرجان، والله ما عرفت ما نصور لكم اقسم بالله ما كنعرفش لهاد البلانه ديال المرجان، والله ما كنعرف لكم. سو هادشي علاش المهم صورت شي لقطات بحال هكا غادي نحطهم لي راه حطيتهم ليكم كان والله ما كنعرف، ولكن الفيديو ما يساليش هنا. دابا انا راجع واخا هزت قضيه بالعيبات قال شويه ولكن غادي ندوز وغادي ندخل ال سي واي كيكو وندير لكم مقارنة باسكو قريب هنا في الطريق ديالي قبل ما نشد الطاكسي ان شاء الله. سو غادي ندير لكم مقارنه بالثمن هنايا وراكم عارفين الثمن اللي كان في تركيا. سو غادي نشوفوا الفرق شكون اللي رخص وشكون اللي غلا واش بحال بحال وهكا. سو غادي نضربو ندخلو نضربو دورة تما في ال سي واي كيكي و واقيلا كاين ال سي واي كيكي كاين بريكوما وداكشي ما عندنا ما نديرو بداكشي حنا، ندخلو ال سي واي كيكي ونشوفو الفرق. يلا بقاو معايا طلع. جايز دابا انا في ال سي واي كيكي هانتوما دابا بحال هادي في قنقل تركي كانت دايره 200 درهم هنا 300 درهم 400 ليره بحال هادي تما ما نكذبش كانت دايره 200 درهم هنا زايده بحال تقول 19 درهم يعني هنا زايد شويه راكم عارفين. كاين كاينين الاثمنه اللي مناسبه وكاينين اللي طالعين. جايز هنا ديال الدراري المهم
بحال لي تيشيرت قدر يكون قرف الثمن ولا بحال بحال. مهم بحال هذا 129 درهم، لا هذا زيد شويه تما يقدر يكون 70 درهم 80 درهم. شورت بحال هذا يكون تما ب 150 درهم، هنا 200 درهم. المهم كاين واحد هنا زيد واحد زياده شويه ماشي بزاف عاوتاني على مع الديوانه. اما تما ال سوي كيكره ديال تركيا ما هانتوما كيما كتشوفوا الاثمنه هنا لي مارك شي ديال الدراري. لي شومي نشوف واحد لا شوميز اللي كانت كتباع هنا بحال هادي. لا انا خديتها بشحال ليله بحال هادي اخوتي، هادي هادي بالضبط هنا دايره 250 اقسم بالله تما 160 درهم بحال هادي 160 عاقل عليها اقسم بالله. اما بحال هادي عاديه هنا دايره 180 تما دايرها شي 90 درهم زايد هنايا الخوت. لا تنشوف هذوك لي شوميز لي كانوا هانتوما خوت كايز بحال هدا تما قول 50 درهم، هنا داير 90 درهم، هنا داير 90 درهم. ها تما هدا 100 درهم بحال تما داير 100 طلايه 50 درهم 60 درهم، يعني كاين الفرق اخوت. اثمنة ديال هادشي ديال الدريات شي ديال الدريات 100 درهم. لا لا تما رخص اخوت الصراحة. المهم بحال تقول الثمن ديال باش مدخل لك هادشي سو جايز. هنا وصلنا لنهاية ديال هاد لا فيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. فيديو بسيط يلاه رجعت من السفر من تركيا كما كتشوفوا، خرج خرجه بسيطه في هاد الايامات ورا العيد، باقي كلشي سهل القضيه شويه راكم عارفين محفحفه. المهم كما كتشوفوا نقص بعدا اللحيه، عاد كملت هاد لا فيديو، عاد كملت هاد الاخر ديالو. سو هنا كما شتو مشيت المرجان ضربت دوره تقديت شي لعيبات، ما عرفتش نصور لكم بزاف تما، ضربت لكم دوره ال سي واي كيك وريتكم الثمن كيفاش داير تما. ديجا اللي شاف فيديوهات ديال سي واي كيك في تركيا يشوف بلي كاين الفرق شويه، الثمن زيد هنا. سو لو وصلتي حتى لهنا وعجبك الفيديو ما تنساش دير لايك ودير كومونتير، بارطاجي لا فيديو للماكسيموم مع صحابك باش نوصلوا على الاقل غير 1000 ابوني 4000 ساعه ديال المشاهده. كملوا الفيديو حتى الاخر، خليو دي كومونتير زوينين. يلا نشوفكم فيديو جديد ونهار جديد. بيس اوت.